اهلا بكم منذ ظهور جائحه فيروس كورونا وحتى الفتره الراهنه كان للمنظمات الدوليه العديد من التصريحات التي اثارت الذعر وربما الانزعاج في نفوس سكان العالم فالى الان لا احد يعلم سر تصريحات المنظمات الدوليه ذات الصله بالصحه والادويه فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد هل هي تصريحات واقعيه ام تصريحات تتسم بالحذر الشديد ما يدفع المتلقي الى التشاؤم كما ان لا احد يعلم ما اذا كانت تلك التصريحات مجتزاه في عناوينها للاثاره الاعلاميه ام هي حقيقيه وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الدكتور سلمان حمد الزياني أستاذ الصحة العامة والسياسات الصحية المساعد بجامعة الخليج العربي أهلا بكم من جديد وأرحب بضيفي الكريم الدكتور سلمان حمد الزياني أستاذ الصحة العامة والسياسات الصحية المساعد بجامعة الخليج العربي مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالنور والسرور ومساء على أعزائنا المشاهدين في المنازل نسعد بوجودك معنا مرة ثانية في هذا سلم. البرنامج دكتور أكيد متابع دكتور تصريحات المنظمات الصحية والمتعلقة بالأدوية ومنها منظمة الصحة العالمية وغيرها كثير من هذه التصريحات الناس تعتقد بأنها تصريحات متشائمة بل ولعل لو, لو تبحث اليوم في 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 جوجل وتكتب تصريحات منظمه الصحه العالميه تشوف على تباعد الاشهر العنوان تقريبا واحد تصريحات متشائمه لمنظمه الصحه العالميه تصريحات متشائمه لمنظمه الصحه العالميه منذ ظهور الفيروس فهل فعلا منظمه الصحه العالميه او غيرها من المنظمات ترسل رسائل تشاؤميه خطاباتها تشاؤميه ام ان الاعلام يتعامل معها بهذه الطريقه ويتعامل بانتقائيه فيأخذ من الخبر الجزء اللي يعتقد أنه راح يثير الناس ويضعك كعناوين رئيسية كيف تجد هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اليوم المنظمات الصحية العالمية وتحليل منظمة الصحة العالمية مثل الشاعر أبو الطيب المتنبي ملأت الدنيا وشغلت الناس الجميع يتحدث عن أخبارها ويناقش أخبارها وهذا شيء يعني مفروض يحصل أصلا في ظل هذه الجائحة الموجودة اليوم إحنا ندخل الشهر الثامن فيها واللي أصابت إلى اليوم اكثر من 18 مليون 300 الف انسان راح ضحيتها اكثر من 700 الف شخص توفوا من جراء عمد جميع انحاء العالم اول شيء لازم نقول ما هي منظمه الصحه العالميه بالتحديد منظمه الصحه العالميه هي منظمه دوليه انبثقت من من الامم المتحده في عام 48 بعد الحرب العالميه الثانيه تضم جميع دول العالم وتهدف الى نشر الصحه العامه في دول العالم مراقبة الأخطار الصحية الموجودة تعزيز الصحة في العالم كذلك يعني حث حث الدول إلى مثلا إلى اتباع مثلا سياسات معينة فقط حث يعني تعطيه توصيات يعني نتكلم في اشياء كثيره يعني ليس فقط في ظل الاوبئه ولكن كذلك عندنا الامراض مثل ما في امراض معديه عندنا امراض غير معديه مثل امراض السكري، امراض ضغط الدم، امراض القلب، م -م. عندنا نتكلم عن السمنه، نتكلم عن الامراض العقليه والنفسيه، الادمان، ادمان المواد الافيونيه، التغذيه الصحيحه، الرضاعه الطبيعيه، صحه المراه الحامل، هذه كلها امور تبحثها باستمرار منظمه الصحه العالميه وتضع توصيات م -م. تعطى الى دول العالم في ضوءها فهي تعطي حقائق م -م. الى جميع دول العالم لازم الى جميع دول العالم بمختلف مستويات الخدمات الصحيه اللي فيها أه ودورها كذلك انها هي ما تفرض سياستها على احد يعني هي لا ما تعطي مثلا دوله من الدول تقول لها والله لازم تطبقين كذا 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 ما م. تفرض هي تعطيهم توصيات وعلى الدوله انها تقرر انها تتبعها ولا لا أه بس اغلب الدول تتبعها لانها منظمه الصحه العالميه توفر يعني عبء كبير تحمل عبء كبير عن اي عن اي وزاره صحه في العالم من ناحيه البحث العلمي ومن ناحيه نشر التوصيات وكذا يعني. جهه مستقله هي هي جهه مستقله ما تتاثر لك. باحد باي دوله باي ممول هو هو التمويل يكون في نوعين من التمويل لمنظمه من الصحه العالميه، تمويل من اللي هو من الدول نفسها الاعضاء صحيح. في الامم المتحده وفي تمويل يعني فولنتري من الدول اذا تبي تدفع شركات ادويه ولا كذا أه كلها من الدول اغلبها كلها من الدول اذا كان في نعم. دعم للابحاث على هاي موضوع الابحاث نعم الابحاث تمول من شركات الادويه في كل انحاء العالم مم. ولكن في ديسكليمر ينكتب موضوع التضارب المصالح لو كونفليكت اوف انترست لازم مم. يوضح في كل بحث علمي والله ان هذا البحث عمل بتمويل من الشركه الفلانيه يعني هي اي لان البحوث ليست شيء يعني خصوصا بحوث الادويه يعني مكلفه جدا جدا مم. يعني فهذا شيء وارد ان تكون فيه بالنسبه للتمويل اكثر دوله تمولها هي الولايات المتحده الامريكيه واللي قالت انها بتوقف التمويل مؤخرا. تتبعها الصين وبعدين بعض الدول الاوروبيه. فهذه هي منظمه الصحه العالميه. اخبارها هل هي متشائمه؟ هل هي متفائله؟ <applause> هي على الاقل في فتره كورونا الان تصريحاتها المؤتمرات الصحفيه يعني بعض يعني ليس فقط رئيسها ولكن بعض العلماء فيها لهم تصريحات يعني. ايضا راح نذكر بعضها متشائمه ام شديده الحذر؟ منظمة الصحة العالمية تعطي حقائق علمية م. ما لازم الحقائق العلمية بطبيعتها جافه ممكن تكون صادمه لغير المتخصص وممكن حتى الشخص العادي ما يستوعبها م. لما انا اقول لك والله فيروس كورونا سيبقى الى الابد كلمه نعم. مثل هذه تضايق الناس هي حقيقه علميه الفيروسات كلها في الدنيا موجوده الاوبئه تختفي لكن الفيروس موجود <applause> عندنا مثلا الفيروس الوحيد اللي تم القضاء عليه الانسانيه قضت عليه هو فيروس سمول بوكس اللي هو الجدر المائي هذه قضت عليه في سنه 80 لا توجد لا يوجد هذا الفيروس خلص. هذا الفيروس الوحيد <applause> هناك شلل الأطفال البوليو تقريبا قضت عليه لكن لا يزال موجود لكن احنا ما نشوف حالات منه كوباء لا يوجد الامراض لا توجد لكن هو الفيروس موجود فنفس نفس الشيء نتكلم من عن جائحة, جائحه كورونا فيروس كورونا بي بي سينتهي الوباء كل شيء في في هذه الدنيا يعني له قدر معين وسينتهي يعني الوباء واحنا نشوف هذا الشيء يعني سابقا وحتى حاليا نشوف الحالات التغير تزيد وتقل فالوباء سينتهي لكن الفيروس على حسب راي العلماء انه سيبقى موجود حتى اضرار الفيروس ابعاده مثلا الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه لا نتوقع انها يوم اللي ينتهي الوباء يوم ثاني ترجع الامور على طبيعتها يعني الاقتصاد الذي انهار في دول العالم، الاسر التي خسرت وظائفها، خسرت مدخراتها، لن ترجع في يوم ليله، لذلك فان ابعاد الفيروس كذلك عشان تستمر الى إيه عقود. نعم اي تصريح مثل ان الاثار المترتبه على فيروس كورونا ستستمر لفتره طويله طبعاً جدا. طبعا هذا طبعا هذا هو المقصد. طبعا لهم. فعلا، يعني احنا عندنا احنا عجله الاقتصاد معروفه هي تصعد عجله الاقتصاد وبعدين تنزل، الحين احنا واضح نحن نزلنا يعني لادنى مستويات. فهي سترجع مرة ثانية ستعود لكن لن تعود في يوم ليلة يعني حركة الطيران نفسهم شركات الطيران قالوا مثلا يعني نحتاج إلى أربع سنوات لأن تعود الحركة إلى طبيعتها <applause> مع أن الأسطول هم موجود والدستنيشن موجودة والمطارات موجودة لكن والناس متلهفة والناس متلهفة لكنهم يعرفون ما واليوم نشوف نفس الشيء يعني مع وجود أن المطارات افتحت في أغلب دول العالم وحركة الطيران موجودة تزال حركة جدا جدا منخفضة مقارنة إلى بس فقط يعني سبعة أشهر ثمانية أشهر السابقة يعني <applause> ف الأخبار مرة ثانية هي ما نقول متشائمة ما نقول هي متفائلة نقول هي حقيقة علمية وتقال منظمة الصحة العالمية منذ بدء الجائحة كانت تعطي في البداية مؤتمر صحفي يومياً ويظهر فيه مدير المنظمة مع مدراء المساعدين له وعلى فكرة مدير المنظمة هو هو عالم في مجال البيولوجي علم الأحياء وعنده ماجستير ودكتوراة من من المملكة المتحدة في علم الفيروسات وفي الصحة العامة وكان وزير الصحة في اثيوبيا وكان وزير خارجيه بعد ذلك في اثيوبيا قبل ان يعين منظمه الصحه العالميه، فانا نتكلم مع عالم اصلا يعني وليس سياسي او اداري هو عالم اصلا. وهو يدعو دائما السياسيين للابتعاد قليلا. يعني. يدخلون السياسه في هذه نعم فعلا. حاليا هم يعطون مؤتمر صحفي يقدمونه ثلاث مرات اسبوعيا ينقل لايف ممكن يشوفون الناس في, في تويتر على طول موجود يعني. نعم الـ الـ الأخبار كانت في البداية لما تطلع من منظمة الصحة العالمية هجمت مثل ما تفضلت هجمت في البداية أن مثلا والله منظمة الصحة العالمية لم تكن تعطي مثلا الزخم الإعلامي المطلوب عن عن خطر الجائحة وكذا فهجمت بداية أصلا ما سمتها جائحة ما كانت جائحة لا, لا. في البداية يعني ما كانت تأخرت في, في إعلانها جائحة وهجمت على هذا الشيء ليش ما قلتوا لنا من البداية أنها هي جائحة أنها هي خطرة وكذا صحيح اليوم احنا نشوف نفس الهجوم لكن بالعكس أنتم ليش تقولون لنا أخبار يعني شوي متشائمه او متشدده وكذا انا اعتقد ان منظمه الصحه العالميه اعتقاد الشخصي انها هي قررت انها تقول الاخبار مثل ما هي <applause> يعني الحذر اللي تعاملت فيه منظمه الصحه العالميه في البدايه ان لا تطلق يعني لفظ جائحه لان سبق ويعني قيل ان حدث سابقا ان قالوا على شيء جائحه ولم يكن بهذا المستوى لكن كان له تاثيرات اقتصاديه و فتحت ضغوطات معينه هي لم تستعجل نعم. يذكر ان ربما من الصين او من غيرها أنها هي ما استعجلت ان تطلق عليه لقب جائحه فبالتالي الان هل هي ردة فعل ام آه الان هي تريد ان تسمي الاشياء بمسمياتها العلميه اللي يمكن احنا آه كمواطنين كناس عاديين ما نستوعبها بالطريقه اللي اللي تقال فيها أوكي. وهل يجب ان هي ان تقولها بهذه اللغه ام تراعي ان ترى في متلقين العالم كل الان كل البشريه ترى وتراقب هذه الالفاظ التي تخرج من منظمه الصحه اوكي انواع انواع الاوبئه هي ثلاثه ايبيديميك أه بانديميك انديميك الابيديميك هو الوباء اللي يحصل في دوله من الدول لما تزيد حالات معينه من مرض معين، مثل ما حدث في الصين في البدايه في ديسمبر، اعلنوا ان هناك حالات من امراض تنفسيه موجوده وزادت حالات فقط في الصين. بانديميك اللي هو الجائحه هو لما تعدى المرض دوله واحده او قاره واحده وفي تصنيف منظمه من الصحه العالميه اكثر من قارتين. وهناك الانديميك او هو الوباء المستوطن لما يكون هناك وباء مستوطن في دوله من الدول وموجوده في في او بيئه كثيره او امراض كثيره موجوده في دول معينه في العالم مثل الملاريا وايبولا وكذا هي وباء بس في دول معينه يعني هو مستمر مستمر في بعض يستمر وينتهي فهو وباء او انه يستمر الى لفترات طويله ويعتبر يعتبر مستوطن مستوطن نعم منظمة الصحة العالمية اعتقد مثل ما قلت لك وقعت على الضغط من البداية انها هي ما تستعجل، لا تريد الاستعجال في إنها تقول جائحه لان مثل ما قلت لما تقول جائحة، انت شفت اصلا يعني يوم اللي اعلنوا انها هي جائحه يوم ثاني البورصات العالميه كلها انهارت صحيح يعني بس مجرد اعلان من هذا الشكل فهي اكيد هي تاجلت هذه واضح انه في تاجيل يعني لان انفلونزا الخنازير لما اعلنت عنها قبل تقريبا ب 10 او 12 سنه ما كانت بنفس الشده اللي احنا نشوفها اليوم لكنها كانت جائحه طبعا على حسب التعريف انها تعدت اكثر من قاره يعني اكثر من قارتين فالظاهر انهم يعني كانوا مترددين يمكن قليلا في الاعلان لكنهم اعلنوه في النهايه يعني فعشان ما يرجع لهم هاي الهجوم الظاهر يعني اللي حصل في البدايه اليوم احنا نفس الشيء ولكن مثل ما قلت بالعكس الطرح الحقيقه العلميه مثل ما هي لكن هذا المؤتمر الصحفي لا يعقد لطرح هذا الخبر مثل ما قلنا مثلا يمكن تكون متشائم لكن يتكلمون بشكل عام عن الوضع الحالي للجائحه شنو الدول المتضرره ويذكرون كذلك ان هناك دول سيطرت على الوباء وفي دول لا تزال في بدايتها في دول مثلا تاثرت يذكرون هذا الشيء ودائما دائما في الاخير يذكرون الدول ان اهم شيء ممكن يسوونه اللي هو الفحص والعزل والعلاج وهذه كل الدول تعملها حاليا ولا يزال هذا الشيء يذكر آه لكن لا لا يظهر في الاعلام يعني الاعلام دائما آه يعني هاي خلينا واضحين فيها الاجهزه الاعلاميه بشكل عام حول العالم او تبحث عن الاثاره تبحث عن الاثاره هي شركات ربحيه في الاخير هي هدفها عندها مستهلك ولازم ترضيه بالاخبار عشان تجذب المستهلك يعني لها يعني شركات وكالات الانباء مثلا بشكل عام قنوات التلفزيونيه في التواصل الاجتماعي وفي غيره تبحث عن ذلك فتاخذ هذا الـ 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 التصريح المثير او الناري خلينا نقول في بعض الاحيان يعني صحيح ويوضع فعشان الاثاره الاعلاميه وهذا شيء طبيعي مم. وشفنا احنا قبل فتره بسيطه بس شهرين مثلا كيف ان الاخبار مثلا كانت تاتينا مثلا من الولايات المتحده يوميا عن الجائحه وبعدين لما حصل عندهم بعض المظاهرات والعنف اختفت هذه الاخبار شويه يعني جايحة وكان التركيز اكثر على ما يحدث في الشارع صحيح لان هذا ما يريده المستهلك هذا بيهيفير هذه السلوك المستهلك هذا اللي يبي تشوفه وهذا اللي يبي يطال لو لو لهم شيء ثاني غير عن هذه المظاهرات ما حد بيشوف المحطه م -م 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 انتهت رجعوا ولل... الى الان لما ترجع تشوف تلفزيون جميل اذا الان يعني انا كمواطن عادي مشاهد اشوف هذه الاخبار واسمعها المفترض ماذا افعل هل انا اركض او ابحث عن هذه الاخبار وبالتالي لانهم يقدمون لي الاخبار اللي من المفترض انها تجذب الناس فانا ادورها هذه ولا انا كمواطن التزم بالاجراءات المطلوبه مني تباعد غسل اليدين الاجراءات اللي باتت معروفه للكل لا. اركض وراء الاخبار واتشاءم بها ام ابحث عن دوري اللي اقوم فيه وان انا التزم بما يطلب مني. اوكي، الاول اول شيء لازم الواحد ما ينفعل لما يشوف الخبر. مم. اوكي، حتى لو انصدم شوي بس ما ينفعل ويحاول يشوف التفاصيل ديفلز ذا details فلازم يشوف التفاصيل ويتاكد شنو الموضوع بالضبط يعني. دكتور ما حد يقرا التفاصيل، الناس تقرا العناوين. وللاسف الحاصل فعلا يعني فما حد يقرا التفاصيل، انا شخصيا لما اقرا هذا الخبر اقول ايش قاعدين يقولون؟ ما اقرا التفاصيل اقرا شيء ثاني يعني او ان هذا جزء من الحقيقه يعني المعلنه. اذا ممكن ننتظر مثلا الى المؤتمرات الصحفيه تجرى بانتظام في البحرين مثلا ويذكر فيها تذكر فيها هذه الاخبار وعلى فكره نفس الاخبار هذه اللي تذكر بشكل صادم منظمه من الصحه العالميه عاده الناس بشكل عام في جميع مختلف دول العالم يثقون في نفس الاخبار لما تقال مثلا من الجهات الرسميه لما تقال مثلا في البحرين من وزاره الصحه او من الفريق الوطني يتقبلها الناس لان تم شرحها شنو معناته لماذا هذا الدواء ولماذا ليس ذاك الدواء متى بيكون اللقاح ومتى كذا يعني لما تشرح بطريقه مبسطه واضحه للجميع تقبلون الناس يعني فاهم شيء ان الواحد ما ينفعل ولا يعتبر ان هذه يعني خبر خلينا نقول نهائي عن 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 الجائحه نفسها لكنها يعني مجرد هي الامور تتطور خلال الاشهر يعني وان شاء الله يعني نتمنى يعني الناس يعني عليها ان تلتزم ما تدور وايد ورا الاخبار طبعًا. ما يكون لها ردات فعل تشاؤميه من طبعًا. هذه الاخبار طبعًا. طبعا لازم لازم تلتزم مره ثانيه احنا دائما نقول نقول هذا الشيء التباعد الاجتماعي لبس الكمام وغسل اليدين باستمرار هذه واحنا نشوف اليوم يعني حتى في البحرين اليوم تم فتح الانديه الرياضيه وبرك السباحه فهناك في اشي تدعو الى التفاؤل موجوده في البحرين في اشي كثيره قاعد تصير يعني حياتنا قاعده ترجع شوي شوي الى شكلها الطبيعي ما في داعي ان نسمع هذه الاخبار المقلقه او المتشائمه مثل ما قلنا، نحن ننظر الموجود عندنا نحن نتفائل وضعنا جدا ممتاز يعني المزيد من التوضيح الان دكتور، المنظمه هي لا تسي يعني تسوق للاخبار المتشائمه هي تقول بالخطاب ال 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 العلمي اللي المجتمع العلمي نعم. يعرفه ويتفهمه نعم ولكن الاعلام هو من يروج للعناوين الجذابه الساخنه اللي غالبا راح تكون هي اللي فيها تشاؤم او مخيفه، نعم. يعني عنوان مثل قد لا قد لا يذهب هذا الفيروس ابدا يعني على سبيل المثال الاثنين الاخير كان في مؤتمر صحفي وانا شفته تقريبا مدته يمكن 35 الى 40 دقيقه في كثير من المعلومات مثل تفضلت فيها حال العالم كيف هو الارقام في العالم كيف هي و وجاء في ان هناك عدد من اللقاحات ثلاث لقاحات دخلت المرحله السريريه قد لا يكون لها نتائج جيده هذا اللي قاله وقد يكون لها نتائج ايجابيه اكثر مما نتوقع اللي شفناه في الصحف ماذا؟ اللقاحات القادمه او اللقاحات التي يعني يجري العمل فيها لن تكون ذات جدوى. نعم. الناس او الصحف ركزت على هذه. نعم والناس تاخذ المعلومات من بعض والسوشيال ميديا ياخذ من بعض والحسابات ولقينا ان ذي الخبر وكان الحقيقه الوحيده نعم. اللي قالت في المؤتمر نعم نعم طبعا مثل مثل ما مثل ما تفضلت هاي الاخبار لما يتلقاها الانسان يحس بالتشاؤم والاحباط ويمكن يعني يفقد حتى الرغبه في الاستمرار حتى في في اتخاذ التدابير لا صحيح بس خلاص مو بلابس انا ما دام بيصيدني بيصيدني خلاص خلي يصيدني كلنا ونفتك انا سمعت وايد يعني خلي صيدني كلنا بس بيت ببيته بس ونخلص احنا ان شاء الله ناس يتكلمون بهذه الطريقه أو نعم. نتيجة هذه الاخبار الاخبار التطعيمات ممكن ننقلها للاعزاء المشاهدين بالعكس التطعيمات شيء مبشر جدا بالخير يعني هناك تقريبا عندنا سلايد اعطيتنا الجماعه بينزل ان شاء الله نعم 141 لقاح تحت البحث العلمي حاليا. مم. 25 لقاح منهم وصل الى مرحله الابحاث السريريه على الانسان. 25 نعم 25 مم. منها لا يزال في المرحله الاولى هي خلينا نقول مراحل. المرحله الاولى، الثانيه، الثالثه. هاي المرحله الاولى هي اللي تفحص على يعطى الفيروس على عدد قليل جدا من من, من الناس مم. للتاكد من سلامته فقط، هل هو يعني بالنسبه للشخص المتلقي متلقي لهذا التطعيم أه تاكد هل ما يضره أوكي. المرحله الثانيه الاعداد شوي تكون اكبر تنتجه الى مرحله المئات أه او يمكن حتى بعض الالاف بعض الاف على حسب البروتوكول البحث نفسه في هالحاله نشوف مو بس فقط سلامه اللقاح لكن كذلك تاثير اللقاح هل هو فعلا ينفعنا ضد الفيروس هل يشكل لنا مناعه هل يعطينا مناعه ضد الفيروس ولا لا المرحله الثالثه المرحله الاخيره اللي وصلتها لحد الان ثلاث لقاحات واحده من اوكسفورد واحده من موديرنا في في امريكا وواحده من شركه فايزر كذلك بعد هذه اللي تصدرون سباق لك. هاي الثلاثه الحين نعم يعني واحده واحده من يو وثنتين من, الولايات من، من المتحده شركتين وصلوا المرحله الثالثه الان لازم يجربونها على عدد كبير من البشر ثلاثين ألف شخص تقريبا عدد كبير جدا وبمختلف الاعمار مختلف الفئات رجال ونساء اطفال كبار عندهم امراض مزمنه ما عندهم امراض مزمنه نجرب عليهم كلهم ونتاكد من سلامته وفعاليته في هالمره فعلا هل هو فعال في جميع الفئات؟ يمكن هو فعال فقط في الكبار وليس الاطفال او اللي احنا من هذا الشيء. بعد المرحله الثالثه خلاص هو يكون جاهز للاستخدام يستخدم في البدايه في الحالات الحرجه والطوارئ الامرجنسي تعتبر وبعدين يستخدم للجميع. احنا وصلنا ثلاث لقاحات وصلت الى الان الى المرحله الثالثه وفي لقاح اوكسفورد تكلموا عنه انه هو ممكن يكون جاهز مع سبتمبر نهايه نعم سبتمبر اكتوبر تنتهي تنتهي التجارب سبتمبر اكتوبر وهم اصلا بدأوا التصنيع بالفعل صحيح بدأوا التصنيع والجرعات موجوده عندهم بحيث انه لو نجح الفيروس في تخطي المرحله الثالثه ممكن يشحنونه الى دول العالم واليوم اصلا هناك اكثر من مليار جرعه حجزت في العالم من اللقاحات اصلا وحتى هناك في بعض التفاوت لان قالوا ان الدول الغنيه هي التي حجزت هذه اللقاحات وهذا بعد شيء طبيعي نوعا ما وهذا بعد يردنا مره ثانيه ان ازمه الفيروس تستمر فتره طويله لان دول العالم كلها عدد سكان العالم بالمليارات ما تقدر تقدم لها لقاح خلال اسابيع فقط ولا اشهر تستمر فتره طويله يعني سنوات لان ممكن تصنع وتعطي اللقاح الى الناس هذا اللي برر مثلا عالمه بارزه في في, في منظمه الصحه العالم الهنديه اللي قالت انه قد يستمر لاربع خمس سنوات ايجاد اللقاح هل هذا اللي تقصده ان تغطيه سكان العالم ام هذه خبر متشائم لا أي ايجاد اللقاح مو, مو اللقاح خلاص هو يشتغلون عليه حاليا م. يعني ويتوقع انه هو يوصل اكثر نظره متفائله هي في نهايه العام الحالي والنظرات اللي شويه يعني تقول والله 2021 ممكن نص واللي, الع... مو, واللي نص مو بعيده 2021 نص يعني العام القادم منتصف العام القادم يعني منتصف العام القادم او بدايه مثلا بس 2021 وهذا شيء ممتاز على فكره يعني م. يعني اللقاحات على فكره تاخذ وقت طويل لكن هذه المره اللقاحات هذه حصلت التمويل من دول العالم من حكومات كان في سرعه في, في في تسريع لاجراءات الموافقه على اجراء البحوث العلميه استخدم كذلك تقنيه الذكاء الاصطناعي اي في, في تسريع عملية هذا البحث العلمي، فهناك جهود عالمية لهذا اللقاح لأن الأزمة طالت الجميع وأثرت على جميع مناحي الحياة، فلازم ينتهي الوباء في نظر العالم أجمع يعني. موضوع العالمة اللي قالت أربع سنوات وخمس سنوات أنا ما أعرف التصريح بالضبط، بس يمكن كان تقصد انه يمكن تطعيم بقيه الناس يعني احنا هي قالت ان اللقاح قد يحتاج اربع الى خمس سنوات ويمكن هذا هذا العنوان في الاخير هذا العنوان, العنوان يعني هذا يعني يكون انه يعني وراه خبر آه في تفاصيل انه آه يعني يشمل العالم كله وما الى ذلك ما اعرف صراحه انا شلون بس انت نتكلم عن دول مثل الهند فيه تقريبا مليار و200 مليون نسمه متى ايش قد تحتاج وقت عشان تطعم ذلين كلهم يعني او ثلاث ارباعهم على الاقل عشان تحصل مناعه مجتمعيه او مثل ما يسمونها مناعه القطيع ثيرد <applause> <applause> عندك الصين فيها بعد كذلك مليار الولايات المتحده في 350 مليون نتكلم عن مليارات البشر لازم تطعمهم نعم. عشان الصين تقدر. هي المركز فيها مليار و300 مليون, مليون. نعم. هو اكثر نعم. تقريبا نعم, نعم. ف, ف الحديث الان اذا مبشر، احنا ما نتكلم انه يعني الناس تتشائم من العناوين والاخبار لكن ربما التفاصيل تكون مبشره وتحتاج الناس من يخرج ويتكلم معها بشكل علمي، غير مبالغ فيه في التطمين ولكن ايضا غير مبالغ فيه في في في, في مساله التشائم. نعم، في نقطة بس واضحة موضوع التطعيم، ليش يقول لك التطعيم ممكن يكون فعال ولا غير فعال وكذا؟ مم. آه التطعيم ممكن يعطيك مناعه آه لفتره طويله جدا لعده سنوات او طول العمر مثلا ممكن مم. بعض التطعيمات يعني اتكلم بشكل عام فهذا شيء مبشر وهناك بعض التطعيمات اللي تعطيك مناعه لعده اشهر ست اشهر مثلا او سنه فهذا يقول لك يمكن هو لا يكون فعال بالشكل اللي توقعوه مثلا يعني فيمكن <applause> يعني نحتاج مثلا تطعيم بشكل سنوي اكثر <applause> مثل ما احنا حاصل حاليا عندنا بعض الامراض مثل الانفلونزا مثلا ناخذ تطعيم الانفلونزا الموسميه ناخذ التطعيم بشكل سنوي، احنا عندنا في جامعه الخليج العربي سنويا نعمل حمله لتطعيم ضد الانفلونزا الموسميه. وتكون مجانيه لجميع المنسوبين الجامعه بحيث انه ياخذون التطعيم بشكل سنوي وفعاليته موجوده يعني كل سنه ياخذونه ويقول والله ما ما في انفلونزا السنه بس لكن لازم ياخذ سنوي بشكل سنوي ممكن انه يكون لقاح كورونا يكون بنفس الطريقه ممكن نحتاج ناخذه بشكل سنوي وانا اعتقد هذا شيء وايد و... زين اصلا يعني ممكن في هناك لقاح يعني <applause> يعني الخبر المفرح وال... ان هناك لقاح يرجع الناس الى طبيعتها وحياتها الطبيعيه وتقدر تروح وتي وتسافر وتعمل وتشتغل يعني وبشكل سنوي يمكن واحد ياخذ اللقاح. كل هذه تضح مع الوقت. بيتضح مع نهايه التجارب على نهايه ان شاء الله سبتمبر اكتوبر بيقول بتعلن هذه النتائج يعني نتائج الابحاث على هذه اللقاحات وكم هذا اللقاح ممكن يفيدنا يعني ما ابي انتقل لل للسؤال الثاني الخاص بالموضوع لكن ابي اوقف عند الج الجزئيه تكلم فيها تطعيمات للانفلونزا <applause> نعم. ال في المؤتمر الصحفي نعم. تم الاشاره ان السنه من المهم ان ال يعني الكل يحاول ياخذ التطعيمات نعم. الانفلونزا لهذا العام تحديدا نعم. نعم. علشان ما يكون هناك وباء وهناك انتشار لفيروس نعم الانفلونزا نعم ويكون ضغط على المنظومه نعم الصحيه نعم ناكد على ذي الموضوع انا اشجع انا اشجع ومن زمان لازم لازم وأنا اخذ التطعيم يمكن يعني من وانا كنت طالب في في كليه الطب يعني سنوات عديده ناخذ بشكل سنوي. أه في ناس تخاف منه لانه لا داعي للخوف لانه اصلا لا يحمل فيروس يعني حي بسبب لك مرض اصلا هو يعني بيعطيك المناعه هذه لمده سنه. أه ينصح بالجميع من الاطفال من عمرهم ستة اشهر وطالع ممكن ياخذون التطعيم للنساء للرجال للجميع. في آه هذا العام تحديدا؟ هذا العام تحديدا اللي احنا نتكلم عن مرض مشابه اعراضه مشابهه في البدايه للانفلونزا. صحيح اصلا يعني. ارتفاع حراره كحه اي نعم فيعني انت ما تبي تختلط عليك الامور مثل ما قلت يصير زياده ضغط على المستشفيات وكذلك انت ما ما, ما ودك ان في ناس يصير عندهم انفلونزا وبعد تصير شوي بعد كورونا وكذا ف موضوع المضاعفات هذه اصلا يعني جدا جدا فتشجعون هذا العام يعني تحديداً طبعا هذا العام وكل عام يعني مم. هذا العام خلينا نتكلم في السنه ]ها. تحديدا خلينا نتكلم خلي 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 في وضع نعم. الكورونا خلي 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 نعم. اعتقد من المهم وهو نعم. يطلع في نهايه 9 او 10 من كل نعم. عام هو سنويا يظهر نعم على نهايه شهر سبتمبر مم. يظهر التطعيم وينصح باخذه قبل نهايه اكتوبر مم. علشان احنا يكون عندنا مناعه قبل لا يبدا موسم, موسم الانفلونزا ودائما التطعيم لازم نذكر الناس ان التطعيم ما ناخذ احنا اليوم ونكتسب مناعه في نفس اللحظه مناعه تاخذ تقريبا اسبوعين الى ثلاثه اسابيع فلما الواحد بياخذ اللقاح في بدايه اكتوبر على نهايه اكتوبر يكون عنده المناعه باذن الله يعني <applause> بس بيه لكن بيه انا انصح الجميع باخذ التطعيم يعني بالذات في هو العام هذا العام بالذات يعني. إن, إن, ان شاء على, إن شاء على العام. فكره شاء متوفر مجانا على فكره وزاره الصحه توفر مجانا في البحرين في المراكز الصحيه موجود كذلك في عيادات المستشفيات الخاصه بالفعل بالفعل موجود لمن يريد اذا نرجع الحين لتصريحات المنظمات الصحيه مم. هل من الممكن دكتور لان هذه المنظمات مثل ما تفضلت هي لا تخاطب البحرين نعم ولا دول الخليج هي تخاطب العالم كله وبالتالي هي تراقب العالم وسلوكيات العالم كسياسات دول وسياسات المجتمع أيضا المجتمعات في هذه الدول فعلى سبيل المثال بعض الدول يمكن بكرت في مسألة الانفتاح وذكر هذه من المنظمات الصحية وبدأت مرة ثانية يعني هي اعتقدت أنها تعافت بدأت مرة ثانية الإصابات تزداد فيها وبدأت بعض الدول عادت للإغلاق هل منظمة الصحة حينما تطلق بعض التحذيرات أو الخطابات المباشرة اللي قد تكون قاسية نوعا ما هي تخاطب مثل هذه الدول ايضا. نعم نعم هذا يمكن الشيء الشي اللي يخلي شوي التصريحات صادمه لان هي تخاطب يعني تقريبا 190 دوله بمختلف مستو العالم, مستو مستو العالم, العالم كله منظمة صحة العالم كله عندهم منظمه الصحه العالميه تخاطب العالم عندنا سي دي سي اللي هو مراكز التحكم في الامراض في الولايات المتحده بعد تخاطب جميع ولايات في الولايات المتحده عندهم نفس المشكله مم. مع 50 ولايه مم. ان في تفاوت كذلك يعني. أه افضل شيء التعامل مع مع هذا الموضوع منظمه الصحه العالميه عندها ست مكاتب اقليميه. مكتب اوروبا، ومكتب الامريكتين، ومكتب افريقيا، ومكتب اسيا، وعندنا مكتب لشرق المتوسط اللي فيه جميع الدول العربيه ما عدا الجزائر بالاضافه الى افغانستان وباكستان وايران. إيران هي 22 دوله. ومدير المركز او مدير المكتب الاقليمي هو الاخ الفاضل الدكتور احمد المنظري من سلطنه عمان واحنا يعني نوجه له تحية على جهوده اللي عمله وزار البحرين على فكرة في بداية الجائحة وطلع على جهود الفريق الوطني جهود البحرين وأشاد بها واعتبر هي مثال يحتذى به صحيح وهذا دور منظمة الصحة العالمية هي تراقب ما, ما يحدث في العالم وتنصح الدول مثلا باتخاذ هذا الاجراء او ذاك يعني لان خصوصا حتى عندنا في الوطن العربي هناك تفاوت كبير في الخدمات الصحيه تتكلم عن اقليم في دول غنيه مثل دول الخليج خدمات الصحيه من ارقى الخدمات الصحيه في العالم وتقارنها مع الدول العربيه موجوده مثلا في عندنا مثلا جيبوتي على فكره جيبوتي عدد الاطباء فيها لا يتجاوز 10 اطباء دوله كامله أوكي فهناك فرق شاسع بينهم فهما مثل ما قلت في الاخير لما توجه انت آه خطاب او نصيحه توجهها دول كثيره مختلفه اقتصاديا او ظروف سياسيه، هناك حروب تعصف في كثير من من الدول كذلك يعني آه وهناك تحت وطأة نعم. الاقتصاد وتأثيراته في دول اضطرت يعني تفتح بوتيره متسارعه. طبعا هو في اكثر اكثر الدول اللي رجعت للفتح السريع كان الهدف كله هو الاقتصاد، لان الاقتصاد انهار والناس تصيح تبي تشتغل يعني ما عندها مدخول يعني والبطاله ارتفعت يعني بمؤشرات يعني او ارقام غير مسبوقه عالميا، فكان لازم الفتح بس ال الفتح بدون يعني بعدم اخذ الحيطه والحذر يؤدي الى هذه النتائج اللي شفناها من عوده الارقام. احنا نشوف اليوم عوده الوباء مره ثانيه في الولايات المتحده م. مو جميع الولايات على فكره م. في, في تفاوت في تفاوت نعم. يعني في ولايه كناتيكت مثلا هي احسن ولايه في, في في الاجراءات هذه وعندنا ولايه ثانيه مثل فلوريدا تسرعت جدا يعني شفنا عندها زياده او تكساس مثلا او فهناك تفاوت في العالم نفسه احنا نشوف نفس الشيء عندنا في الدول الاوروبيه نشوف نفس الشيء فلازم الشعار طاقه المملكه العربيه السعوديه نعود بحذر نلتزم به مملكة البحرين اللي هو نواصل بعزم كلها تدعو إلى المواصلة والحذر في نفس الوقت رغم نحن أن الحياة إن شاء الله ستعود ونحن مقبلين ستعود وبدأت تعود ستعود نعم ولكن بحذر وبالتزام يؤدي الى عودتها الكامله بدل وقف وانتكاسه وما الى ذلك. هو في البحرين اصلا هي ما وقفت بمعنى صحيح يعني مثلا كان في اغلاق لم يكن هناك اغلاق بمعنى الاغلاق يعني آه كان كل شيء يعمل ولكن يمكن بدرجه او مستويات اقل من المعتاد يعني يعني وكان في بدائل الكترونيه كان في تحول رقمي يعني مثلا مثل ما قلنا من قبل التعليم صار مثلا عن بعد والناس تشجعت الى الشراء من من الانترنت والعمل من المنزل آه ولكن الاسواق كانت مفتوحه طوال الوقت والناس كانت تخرج وما كان عندنا مثلا اي حظر جزئي او حظر كلي يؤدي للناس مثلا الى كبت معين او يحسوا انهم محبوسين في المنازل، ما عندنا هذا الشيء، فاليوم البحرين تاخذ اجراءات يعني اليوم عندنا مثل ما قلنا فتحنا الانديه وال عفوا عندنا الانديه الانديه الصحيه بالفعل المسابح والمسابح نعم, نعم عفوا المطاعم عندنا المطاعم ان شاء الله, الله, الله بعد كم اسبوع تفتح نعم. بعد بشكل تدريجي، نعم. اول شيء الجلوس في الخارج وبعدين تفتح بشكل كامل، فاحنا يعني انا اشوف ان المؤشرات يعني تدعو الى التفاؤل، عندنا م. يعني في البحرين الارقام بدات بالانخفاض التدريجي يعني احنا كنا نتكلم عن نسبه الفحوصات الايجابيه بشكل يومي احنا كنا في البحرين في الفترات السابقه كانت تقريبا 5% 4.5 الى 5% الحين نزلت الى 4% واول امس كانت 3.9 من 10% فالامور مبشره بالخير وتدعو الى التفاؤل باذن الله الجميع لازم يتفائل يعني تفائلوا بالخير تجدوه اذا احنا ما تفائلنا واذا احنا ما حطينا يدنا يد بيد بعض وتضامنا لن, لن نصل الى اي مكان يكون محلك سر ستظل الارقام مثل ما هي اذا احنا ما تعاوننا لازم نتعاون ونتضامن ونتبع الاجراءات التي تدعو اليها وزاره الصحه والفريق الوطني ونقدر جهود الطاقم الطبي والتمريض الكبير اللي على مدى ستة اشهر او سبعه اشهر الان يعملون ليل نهار صحيح. في ها في هذا المجال وجميع القطاعات طبعا يعني نتكلم احنا سواء القطاعات الامنيه القطاعات التجاريه جميع جميع القطاعات فاحنا يعني لو التزمنا اكثر احنا ملتزمين الحمد لله في البحرين على نعم فكره يعني انتم الارقام ما تنزل اذا حصل التزام فهناك التزام في البحرين نوصل هذا الشيء الفتره مقبله ان شاء الله وسنقضي على نعم هذا الوباء يعني وبافضل النتائج واقل الخسائر باذن الله, الله هدفنا في هذه الحلقه دكتور كنا نوصل رساله للمشاهد نعم لكل اللي يسمعنا ويتابعنا نعم اليوم بان بدلاً من أن نركض على الأخبار التي تجتزأ من عناوينها لوسائل إعلامية رسم حتى رسمية مع الأسف ووكالات أنباء نعم. آه والسوشيال ميديا وما إلى ذلك تبحث عن الإثارة وتجتزأ نعم. المعلومات مما يقال نحن نعم. نقوم بواجبنا بدورنا بالالتزام وما إلى ذلك ونترك هذه الامور للمعنيين في القطاع الصحي للمسؤولين واحنا لله الحمد لدينا قياده حكيمه دارت الدفه بحكمه منذ الحمد اليوم الحمد الاول الحمد بل وقبل حتى كانت نعم جاهزه نعم لذلك نعم فاحنا نبتعد عن التشاؤم نبتعد عن هذه الاخبار نعم ونثق بالاخبار الرسميه ولله الحمد كانت دائما متوازنه نعم بل ان الاخبار الرسميه في البحرين كتصريحات ومتماس صحفيه تصل لأن تكون دائما خطابات متفائله دائما متفائله نعم هي فعلا متفائله لان يعني الوضع يدعو الى التفاؤل احنا يمكن يعني هناك اللي يمكن اخبر طبعا كم عدد المؤتمرات الى الان يعني المؤتمرات اللي كانت يعني فيها اللغه شوي كانت يعني فيها شديدة شوي كانت يمكن لما بعد فترة العيد لما زادت الأرقام لأن كان في توجيه للناس إنه كانت واقعية واقعية نرجع إلى ما كنا نعمل, 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 نعمل. إحنا كنا نعمل بجد نواصل هذا الشيء والحمد لله اليوم إحنا نشوف هذا الشيء ونشوف إن شاء الله بتظهر خلال الأيام القادمة حتى أرقام فترة العيد ويبين لنا أن الناس كانت إن شاء الله ملتزمة يعني, ولم, الله يعني ولم ترتفع الأرقام بإذن الله يعني لحد الآن الأمور مطمئنة أنا أقول إن شاء الله لا داعي للتشاؤم بالعكس الداعي للتفاؤل خلينا نشوف اللي عندنا في البحرين ولا نشوف الدول الثانيه ونعكس اللي قاعد يصير عندهم على اللي عندنا وحتى عادي. العالم واللقاحات وما الى ذلك في تفاؤل في النظر بالعكس اللقاحات ان شاء الله, الله بتكون موجوده باذن الله في القريب العاجل باذن الله يعني ننتظر الخريف القادم نتكلم عن اكتوبر لما يكون بس ان شاء الله يعني تعود الحياه يعني احنا متاكد يعني قيادتنا الرشيده يعني وحكومه البحرين بتكون انا متاكد انها ستكون من اوائل الدول في في في, في ايصال التطعيم للناس يعني هذه انا شيء لان حصل من قبل في انفلونزا الخنازير التطعيم وصل البحرين من اوائل الدول في العالم يعني فان شاء الله لا داعي للقلق وباذن الله الامور بتكون احسن وبتزين ان شاء الله ان شاء الله ب ب ب بالصبر والايمان ويعني الالتزام وما الى ذلك ان شاء الله تعود الحياه لما كانت وفي البحرين ولله الحمد احنا يعني ولله الحمد احسن كثير من من دول نشوفها على مستوى العالم ما زالت حياتنا مستقره اقتصادنا ما زال يعني قوي ولله الحمد, الحمد والله والناس في وظائفهم الى ذلك يعني ان شاء الله نعيش التفاؤل ونحن محكومون بالامل ان شاء الله ان شاء شكرا الله شكرا لك دكتور العفو العفو الله يسلمك يعطيك العافيه سعدت بوجودك معنا الله يسلمك شكرا شكرا, 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 شكرا اشكركم على المتابعه على الامل اترككم ونلتقي على خير باذن الله